بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مشاهدينا مشاهدي قناه القران الكريم أينما كنتم أحييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر يستمر معكم الى غايه الخامسه بحول الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الافاضل حديثنا إليكم ونقاشنا سيكون مخصصا للشباب تحت عنوان الشباب كقوة اجتماعية كيف نوجهها وكيف نستفيد منها كمجتمع ما هي مميزات هذه الفترة من حياة الإنسان وكيف على الشاب أن يستغل أوقاته أيما استغلال حتى يكون ذخرا لوطنه ومجتمعه كيف لمؤسسات المجتمع أن تدعم هذا الشباب وتقدم له كذلك الفرص وتتيح له الطريق لأن يتبوأ مكانة يفيد بها في المجتمع كثيرة هي الأسئلة التي سنطرحها ونناقشها هذه الأمسية التي نتشرف أن تتابعون فيها لتلقي الإجابات عنها وكذلك نتشرف بأن تشاركون كذلك بعضا من انشغالاتكم وتساؤلاتكم وأفكاركم حول الموضوع من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر أرقامها من حين إلى آخر في أسفل الشاشة تشرفوا أيما شرف نناقش هذا الموضوع الشبابي مع شاب من شباب الجزائر الأستاذ عادل الحبيب متخصص في الشريعة وفي علم الاجتماع كذلك أستاذنا مرحبا أهلا وسهلا أستاذ اليمين شكرا لك على الاستضافة الكريمة وتحية لكل مشاهدي قناة قرآن الكريم في هذا الفضاء المجتمعي بامتياز الله يبارك فيكم ريح أن الشباب يناقشون قضايا الشباب طبعا وواحد من أهم المشاريع اللي عملت عليها الأمم المتحدة ومن خلالها الكثير من الدول في العالم وهو مشروع الشباب للشباب فلا يفهم ولا يستوعب ما يعانيه وما يمر به الشاب إلا شاب مثله بارك يعني. الله فيك وربما نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه الفترة الزاهية من حياة الإنسان هي نظرة متميزة كذلك نصوص كثيرة أشارت إلى هذه الفترة يحفظ الكثير من الناس الحديث النبوي الشريف اغتنم خمسا قبل خمس ذكر الحياة ثم خص هذه الفترة ما دلالة ذلك وكيف نقرأها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة فعلا هذا الحديث واحد من الحديث اللي تبين أهمية هذا هذه المرحلة السنية أو المرحلة العمرية اللي يجتازها الإنسان في حياته بل هي واحدة من أطول المراحل اللي تمر على الإنسان دعني أيضا أذكر حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من بين ما يسأل عنه عن عمره فيما أفناه ثم ذكر أيضا من بين الأمور التي يسأل عنها الإنسان عن شبابه فيما أبله طبعا مرات الإنسان يقول طيب الإنسان سئل عن عمره اللي هي فترة حياته من نهار زاد إلى أن مات هذا هو العمر تاع الإنسان لكن أن تسأل عن جزء من هذا العمر اللي هو مرحلة وعن شبابه فيما أبلاه يقول العلماء زيادة التأكيد على السؤال عن مرحلة الشباب لأنه واحدة من أهم المراحل اللي يعيشها الإنسان لأنه في هذه المرحلة فيها القوة البدنية القوة النفسية الاندفاع معظم الأعمال الجليلة اللي يقوم بها الإنسان أو العظيمة أو المهمة اللي يقوم بها الإنسان يقوم بها في مثل هذه الفترة وبالتالي شد الشارع انتباه الإنسان إلى هذه المرحلة تحديدا وسأله عنها بالضبط زيادة على المرحلة العامة اللي هي الحياة الإنسان واش دار فيها كان وطبعا من هنا نفهم بلي مرحلة الشباب اللي هي المرحلة التي تلي البلوغ وهي مرحلة العنفوان مرحلة القوة مرحلة العطاء مرحلة كل إيجابية في هذه المرحلة فالإنسان إذا فات مرحلة البلوغ وصار شابا مقتدرا بالتغيرات الفيزيولوجية والمورفولوجية التي يعني تصاحبه لذلك يقول علماء الاجتماع يقول لك الشباب هو انتقال من مرحله الطفوله الى مرحله الرجوله وهي مرحله قوه بين ضعفين آه طبعا قوه بين ضعفين ثم بعد ذلك تجي مرحله الكهوله ثم الشيخوخه الانسان يعيش في كنف الوالدين تاعو يعيش في كنف من يحيطون به يعيش في كنف من يرعونه الى انه الى ان يفوت هذه المرحله الصغر وين كل حاجه محتاج فيها الى الوالد الى الوالده الى العم الى العمه الى الاخ الى الاخت محتاج فيها الى المعلم محتاج فيها الى المرشد محتاج فيها الى كثير من الناس ف بعد ما ياخذ مجموعه من الخبرات مجموعه من المهارات مجموعه ايضا من المعلومات والمعارف النظريه اللي ياخذها من خلال الجانب التعليمي والتربوي يصبح مستقلا عن الاخر بمجرد بلوغه لمرحلة الرجولة وهنا تبدأ الخصائص تاع هذه المرحلة تبان على الإنسان ولذلك كثير من الآباء والأمهات يقول لك والله غير وليدي أصبح عنيدا وما رأيش فاهم ولا ما فاهمه باللي الابن لم يصبح عنيدا بل تجاوز تلك المرحلة تاع الاهتمام الزايد تجاوز تلك المرحلة تاع علاش دخلت دركا وين كنت مع من كنت قريت ما قريتش راجعت فلان نقصت تلاقى معه وبالتالي لما يخرج من هذه المرحله اللي يكون في نوع من الهاله الابويه المحيطه بهذه مرحله الرجوله ومن هنا تبدا تبدا اولا باراده الاستقلال التام عن الوالدين وبالتالي واحدة من اهم الصفات اللي يمتاز بها الشاب هو الاستقلاليه الاستقلاليه التي تناقض التبعيه التي تناقض الحرص الزايد وبالتالي نلقاو دائما الشاب في هذه المرحله يريد ان يكون مستقلا بركنه الى ما عندوش غرفه خاصه به الى ما عندوش مكان يحط فيه قشو الى ما عندوش فيصبح يفكر دائما في الانعزال وصناعه مكان معين داخل استقلال. داخل الاسره ليبدا من خلاله يثبت او يبدا من خلاله يمارس استقلاليته اللي فيها استقلاليه، استقلاليته عن عن, عن الوالدين، استقلاليته عن عن, عن خاوته اللي صغار عليه وحتى عن خاوته الكبار عليه. هذا رقم واحد، رقم اثنين التغيرات الفيزيولوجيه التي تحدث في الجسم وهذا امر مهم جدا. خشونه الصوت مرحله الطفوله الانسان يعيش وصوته صوته رخم رقيق رهيب صوت الطفولي آه صوت الطفولي فهنا واحدة من علامات الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة ومرحلة الشباب هو التغير في نبرة الصوت بالتالي يصبح الإنسان آه يصبح صوته آه أقرب لصوت الرجل وصوت خشن منه إلى صوت الصبي الصغير أو الطفل الصغير وكذلك الفتاة يصبح صوتها أقرب إلى صوت الأنثى منها إلى صوت البنت الصغيرة طبعا هذه بعض التغيرات الفيزيولوجية نحكي على الطول تاع تعال... تاع تعال... تاع تعال... تاع الجسم نحكي على البنية تاع الجسم تبدأ تزيد شيئا فشيئا لكن دعني أستاذ اليمين أن نقول هذه التغيرات تصاحبها أيضا تغيرات نفسية عاطفية يبدا الشاب في هذه المرحله تحديدا في البحث والسؤال عن الامور الحسيه عن الامور الدقيقه اكثر من من ذي قبل يبدا في الخوض في الامور العقديه لانه الصغير يعرف الشيء الملموس يقدر يفهمه ويستوعبه لكن الشيء غير الملموس لا يمكن ان يستوعبه وبالتالي يبدا في البحث عن الامور غير التي لا يراها الغيبيه خليني نقول الامور الغيبيه وبالتالي يبدا هنا في البحث عن كنه الله تبارك وتعالى ما حقيقه الاله يبحث في كنه بعض العبادات كنه الصلاه مثلا ولذلك كثير من الاطفال يقول لك او كثير من الشباب يقول لك انا كنت نصلي لانه كانوا الناس كامل يصليوا لكن بمجرد ان بديت نفهم انه هذه الصلاه هي رابطه بين الانسان وبين الله تبارك وتعالى، وبلي ما فيهاش اللعب وما فيهاش تمسخير ولازم لها شروطها ولما نروح المسجد لازم نكون على طهاره وعلى وضوء وعلى لباس حسن والى غير ذلك. فهذه المرحله ايضا هي مرحله يبحث فيها الشاب وتبحث فيها الشابه عن اجابات عن اسئله آه عن اجابات, لأسئلة, عن إجابات لأسئلة, لاسئله للغيبيات. وهنا ايضا نفتح قوس حتى نقول انه الوالدين لابد ان يرافقوا هذه المرحله <applause> علاش؟ لانه كثير من الاباء لما الشاب يبدا يسال عن الله تبارك وتعالى، يبدا يسال عن صفات الله تبارك وتعالى. يبدا يسال عن الجنه، عن النار، يبدا يسال عن 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 امور غيبيه في في ديننا وكانه الوالد او الوالده يحسوا ان الطفل قد انفلت زمامه راه يسال في امور ربما من مخالطته للغير، ربما من بعض ما قرا هنا وهناك، ربما من وحدة من محطات أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لكن هذا غير صحيح. الفتى أو الفتاة هنا تبدأ في البحث عن كنه هذه المعتقدات ويبدأ السؤال للناس الأقرب اللي هما الوالدين والخواء الكبار وبالتالي السؤال عن مثل هذه الأشياء لابد أن يجد في لابد أن يجد إجاباتها في المحضن الأول اللي هو الأسرة. ثم بعد ذلك نتحدث في خلال الحصه عن بعض المؤسسات التي يمكن ان تساعدنا في تنشئه سويه سليمه خاصه من الجانب المعرفي ومن جانب العقدي لابنائنا وبناتنا في هذه المرحله المهمه جدا. اكيد وحق للفتى والفتاه في هذه الفتره ان يجد الاجابات لتلك الاسئله لانه هي الموجه ان صح التعبير فيما بعد فيما سيتخذه كطريق وكسبيل في باقي حياته وطبعا يحتاج الى الموجه ويحتاج الى من يرشد تلك المميزات التي تحدثت عنها القوه الاندفاع الشجاعه الى غيرها مما يصحبه ربما في فتره الشباب كيف لنا أن نضع ربما جرعه مناسبه لهذه المميزات التي كنت تتحدث عنها حتى لا تتحول الى امور سلبيه لان الشباب يرافقه كذلك الطيش ويرافقه كذلك الزيغ في بعض الاحيان والخروج عن سلطه الاباء والامهات نعم. كيف توجه تلك الطاقه وكيف توجه تلك المميزات الى ما هو ايجابي؟ نعم هو هو شوف لابد على الوالدين اولا ان يفهموا هذه المميزات. لنسميها وحنا في الاجتماع الخصائص السنية مه. هناك خصائص نفسية خصائص جسمية خصائص عقلية وخصائص عاطفية وهذه الأربع خصائص متكاملة فيما بينها خليني نكمل لك واحدة من, من الأمور التي تحدث في هذه المرحلة ثم نرجع للوالدين كيف يقدروا يوجهوا هذا الـ هذا الذي هذا الانتقال الذي يحدث للفتى وللفتاه كيف يمكن ان يوجهوه في الاتجاه السليم في الطريق الصحيح واحده من الامور التي تحدث للفتيان في هذه المرحله تحديدا اللي هو الانتقال من اخر مرحله المراهقه الى بدايه مرحله الرجوله هو صناعه الشله او العصبه الصغيره الطفل في هذه المرحلة يحتاج أو تجده دائما ما ينتمي إلى مجموعة، حتى ولو غيرها ثلاث أربع مرات. مرات الوالدة تقول له ماشي فات كنت مع فلان. أه يقول خلاص راني دركا مع الصاحب الفلاني. طيب تفوت شهر تقول له وصاحب الفلاني واش أخباره؟ أه يما يقول خلاص راني غيرت بدلت. ال ال الإحساس بالانتماء إلى مجموعة صغيرة واحدة من أهم هذه الخصائص في هذه المرحلة وبالتالي الوقوف ضد الطفل وضد ان يكون صداقات وعلاقات في هذا الاطار واحده من الامور التي لها ما بعدها فيما بعد، لذلك الوالدين حتى يستوعبوا ما يحدث من تغيرات كما قلت لك عاطفيه، نفسيه، جسميه وعقليه، حتى يواكبوا هذه التطورات لابد ان يفهموا ما يحدث مع ابنهم. لما لما الوالدين يفهموا باللي في هذه المرحله هناك هذه التغيرات الفتى يصبح اكثر عقلانيه الفتى او الشاب خليني نقول لان خرج من مرحله الفتوه يصبح اكثر عقلانيه يصبح يميل الى الجانب العقلاني اكثر من الجانب العاطفي يميل الى الجانب المعنوي اكثر من الجانب الحسي يميل الى المجموعه والبقاء خارجا اكثر من مياله الى البقاء داخل الأسرة يميل إلى فرض رأيه وسيطرته ويميل إلى فرض بعض الآراء تاعه يميل إلى تغيير اللوك تاعه المظهر الخارجي تاعه حتى يبين أنه أنا بديت نتغير من الداخل وهذا التغير اللي راه موجود الداخل إنما أترجمه من خلال نوعية معينة للباس من خلال نوعية معينة لطريقة الأكل من خلال اختيار أو استحداث ركن معين داخل الأسرة لأمارس فيه سلطتي مستقلا فيها عن سلطة الوالدين لابد على الوالدين أن يفهموا أن هذه التغيرات في بدايتها هي أمور عادية جدا تحدث مع كل شاب الآن الوالد والوالدة أمام خيارين إما أنهم يفهموا أن هذا الشيء عادي ويبقى ويرافقوا لذلك لما نحكي على المرافقة نحكي في المرحلة الأولى على لاعبه ثم أدبه ثم صاحبه صح. فهذه السباعية المهمة جدا سباعية التربية الإسلامية الصحيحة أو خليني أقول سباعية التربية الصحيحة الملاعبة في المرحلة الأولى لأنه كثير من الأطفال أو كثير من الوالدين يقول لك والله ماذا يقرأ نعم كلنا نريد لأبنائنا وبناتنا أن يكونوا مجتهدين ومجتهدات في دراستهم لكن المرحلة الأولى من حياة الطفل هي مرحله لابد ان يغلب فيها طابع المرح واللعب ووقت الفراغ على غيرها من حتى الامور الاخرى علمه عن طريق اللعب طبعا هنا ما يسمى بالتعليم التعليم عن طريق اللعب م. ثم المرحله الثانيه وهي مرحله التاديب هنا لما الطفل يبدا يستوعب يستوعب واش معناتها مليح واش معناتها ماشي مليح يستوعب معنى الحرام والحلال بدرجة معينة يستوعب وش معناتها الأخلاق يستوعب وش معناتها حاجة ماشي مليح نمسوها وحاجة مليحة نمسوها يستوعب أيضا حتى المهارات المدرسية لما في قرانه أو انتاجه يتحصلوا على علامة مليحة ويديوا ما يسمى بيئة تحفيز أو التشجيع المدرسي من عند المعلم أو المعلمة في هذه المرحلة يأتي مرحلة التأديب لانه ما يغرس في هذه المرحله السبعيه الثانيه مهم جدا لذلك قيل قديما التعلم في الصغار كالنقش على الحجر لما يغرس في نفسيه الطفل وفي عقله وفي ذهنه امور معينه مرات حتى احنا الكبار يقول لك والله انا تعلمتها من عند الوالد تاعي ومن عند والدتي في النهار كنت نقرا سنه الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه وتتذكر وتربط دائما مناسبة التعلم بشيء معين بمناسبة معينة بحدث معين ثم في آخر هذه المرحلة وهي المرحلة اللي يبدأ فيها ما نسميه بالصراع الداخلي اللي يكون داخل نفسية الفتى لينتقل من مرحلة الطفولة أو الطفولة المتأخرة إلى مرحلة الرجولة إلى مرحلة النضج وهي مرحلة المصاحبة لذلك ما كانش حاجة مليحة وجيب ثمرتها مع ابنائنا اكثر من ان يصاحب الوالد ابنه وتصاحب الوالده ابنتها لا ان تحس او يحس الفتاه بانه مراقب. مراقب صح, صح. آه يشوف في المدرسه دائما هناك المراقب هناك الاستاذ هناك المشرف التربوي هناك مسؤول القسم لما يذهب الى البيت يستذكر هذا صفه الرقابه ويجدها مع الوالد مع الوالده مع الاخ الكبير مع الاخت الكبيره وبالتالي المصاحبة هي واحدة من الأدوات اللي تخلينا نمر بالطفل إلى بر الأمان من في هذه المرحلة تحديدا حتى تغتنم هذه الفترة طبعا بارك الله فيك أستاذ عادل على <applause> كل نتوقف مع زميلتنا ابتسام أم ساهل خلال هذا الروبرتاج الذي سلطت فيه الضوء على هذه القوة الاجتماعية كيف يمكن أن تغتنم وتستغل نتابع محمد استاذ ماده الادب العربي هذا تخصصي الثاني قبلها كنت درست صحافه يعني انا مز بين الصحافه والادب وبعدها انتقلت الى تخصص اخر هو الادب العربي ماستر اثنين في الادب العربي وماستر اثنين في الاعلام والاتصال صاحب مؤسسه لتعليم اللغات الاجنبيه هنا مقرها في باب حسن انا درست عن بعد لم ادرس في النظام العادي في المدرسه العاديه يعني كنت قريت ثم توقفت في الدراسه في الطور المتوسط ظروف اجتماعيه قاهره دفعتني للزوال عن يعني الدراسه واللجوء الى طريق اخر, طريق آخر هو العمل بديت نخدم تقريبا في 15 سنه من العام تاعي أملي في العودة إلى الدراسة هو الحب والرغبة أنا أقدس العلم حتى عندما كنت تاجر في مجال ما كان قلبي معلق بالعلم كانت عندي رغبة ملحة في العلم قلت لك طردت من المدرسة مرغم أو عفوا نعم مرغما لظروفي الاجتماعية لكن بعد ما عودت لميت روحي شوية عندي هذاك الدور ونمشي في جيبي تمالي عودت ولات لي الفكرة نعاود نولي نقرا، ميم كي عاودت وليت نقرا كنت رايح نحبس لأنه ما قدرتش باش راني يعني نقول لك باش واحد يقرا بالعربي الرياضيات ثم يلقاها بالفرنسي، زيد على ذلك تغير البرنامج، تغيروا المعطيات، تغيروا أمور كثيرة، أنا من الجيل القديم يعني قريت النظام القديم، لكن كي عاودت وليت لقيت النظام ثم العوده الى الدراسه الامور الاجتماعيه الصعبه اللي مريت بها تتميز المؤسسه اللي راهي قدامك بشهاده الجميع رغم ما نحبوش نتكلموا بالانا لكن انا مضطر نتكلم في الانا ابواب المدرسه مفتوحه للجميع هنا في المنطقه كل الناس تعرف الخدمات اللي نقدمها للناس ليس جانب مادي فقط لانه الانسان في الدنيا هذه ماشي غير الماده فقط كاين جانب انساني بحكم انا انسان ومريت على ظروف اجتماعيه صعبه وقاسيه في الدنيا هذه دونك فتحت المدرسه هذه لكل الطبق الانسان لازم يتحدى الصعاب لانه الانسان اللي قاعد كيما قاعد انا ماكث ما, ما يتحرك لا هك لاك ما يقدرش يوصل اي شاب يحب يوصل للمبتغى قبل كل شيء الاتكال على الله ثم يوسع افكاره يحاول يبحث يسعى ما يبقاش جامد اذا عندك هدف حبيت توصل له لازم تمر بواحد المراحل اعرف بعض المراحل صعبه تطيح وتنوط تطيح حتى توصل وين راك باذن الله عز وجل انا لدي رغبه ملحه كي انشئ مدرسه انموذجيه في مختلف الاطوار لانه لدي افكار حبيت نجسدها في الواقع حبيت انا مثلا عندي قسم ابتدائي اساتذه مؤطرين ذو كفاءه عليا يطلعوا لي هذاك الابتدائي للمتوسط ثم الثانوي بالافكار والمشاريع اللي راها في راسي مشكوره زميله ابتسام مساهل على ان قدمت لنا هذا النموذج وللمشاهد الكريم كيف ينطلق من عثراته ليصنع مجده ومجد اقرانه ويكون نموذج كذلك لغيره من الشباب هاته هي النماذج التي نحبها في المجتمع يحضر معنا كذلك التحق بنا لتوه استاذ شعيب عبوه وكذلك شاب مرحبا استاذ اهلا وسهلا استاذ امين مشكورين جدا على الدعوه ومعذره على التاخر الذي كان يعني الله يبارك فيك الله يبارك فيك لا. المهم لا. انت ثاني تحديث الصاعات. لا لازم الله لا يبارك فيك ربي يجازيك ان شاء الله الحمد لله على وصولك سالما غانما طبعا هذا النموذج الذي كنا نشاهده مشاهدينا الافاضل يرجع بذاكرتنا إلى نص خالد للشيخ البشير الإبراهيمي عن الشباب وكيف يتمثل قوة الشباب في المجتمع سأقتطع منه مقطعا وأظنه يصلح لهذا النموذج يقول الشيخ البشير الإبراهيمي أتمثله مقبلا على العلم والمعرفة ليعمل الخير والنفع إقبال النحل على الأزهار والثمار لتصنع الشهد والشمع مقبلا على الارتزاق اقبال النمل تجد لتجد وتدخر لتفتخر ولا تبالي ما دامت دائبه ان ترجع مره منجحه ومره خائبه. طبعا هو نص طويل لمن اراد الاطلاع عليه رؤيه الشيخ البشير الابراهيمي موجود كذلك في الانترنت وفي كذلك كتبه. طبعا هذا النموذج الذي مزج بين العلم والعمل هذا ما نحبه ربما استاذ شعيب في شبابنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين واصلي واسلم على نبينا الكريم رب يشرح السلام. لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي مساء الخيرات والبركات لمشاهدي السادسة قناة القرآن الكريم وجدّي الشكر على آه الخامسة معذرة <applause> الخامسة قناة القرآن الكريم نعم يا نشأ نبدأ بشيخ عبد الحميد بن بديس أنت تكلمت عن نص درسناه في الابتدائي بعنوان هكذا المتوسط هكذا يفعل شباب الجزائر هذا نعم هذه تلك النصوص الرائعه التي تربينا عليها فغرست فينا القيم والهويه من دين وحب الوطن ولغه وغيرها حتى ابن باديس يقول يا نشأ انت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب خذ للحياه سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب وانا اشاهد الاستاذ يعني رب محنه تحمل منحه ورب عثره يحولها الانسان الى نقطه تغيير فسبحان الله عز وجل يعني لم يقدر نحن دائما نحث الشباب على العلم يعني اليوم هو زمن العلم هو هو زمن المهاره فنحثهم على اكتساب المعارف والمهارات المختلفه من اجل التفوق والتالق في مختلف الميادين فلم يقدر الله عز وجل له ان يكمل لكنه يعني سبحان الله جعل من تلك المهن الالم من هذا الالم صنع منه امل توكل على الله سبحانه وتعالى وعمل وهو اليوم صاحب مدرسه يعلم سبحان الله فهذا هو الشاب الذي نريده شاب لديه يعني امل لديه هدف لديه رسالة من خلال واقعه الذي يعيشه الواقع طبعا فيه كثير من الصعوبات فيه كثير من الآلام ولكن نريد من الشباب أن يحول هذه هذه الآلام وهذه المشاكل إلى دوافع للعمل للإنجاز للتفوق لإثبات الذات وترك أثر في هذه الحياة الله يبارك فيك أستاذ أستاذ عادل ربما ما يعاب على الشباب وهاته الفترة كما قلنا هي صعوبه بتلك المميزات القوه الشجاعه الى غير ذلك الوقت الكافي الى غير ذلك من الامور لكن ربما بعض الشباب اول ربما زلت قدم ينسحب اول عقبه تواجهه ينسحب وكانه تكوينه ان صح التعبير العقلي والنفسي لم يكون من اجل ان يتحدى الصعاب وهذه ربما اشكاليه كبيره ربما يقع فيها شبابنا فعلا وحده من الاشكالات اللي مطروحه الان في عالم الشباب هو عدم خليني نقول عدم الاستعداد لمواجهه ما ما قد يحدث للفتاه او للشاب من عقبات البعض يظن انه والله الطريق كامل راهي معبده الى ان يصل الانسان الى هدفه وفي الحقيقه هذا امر او هذا مفهوم خاطئ الطريق فعلا ربما قد تكون بعضها معبد قد يكون بعضها غير معبد بعضها قد يكون فيه مطبات وبالتالي لابد على الشاب انه يدير في قرارة نفسه عند بداية الطريق انه اذا اردت ان تصل لابد ان تثابر، لابد ان تسقط ثم تنهض. شفنا نموذج بسيط جدا لواحد من الشباب اللي سقط في بداية مشواره الدراسي. لكن مع ذلك لم انت امام خيارين، اما ان تبقى ساقطا على الارض. قالوا والله غير خلاص راني طحت وخليها كيما جات تجي هكذا هذا هو المنطق مع الاسف اللي يدور عند كثير من الشباب واما اثنين ان تنهض من جديد ثم تسقط ثم تنهض ثم تسقط ثم تواصل مسيرتك الذي يظن انه مكاسب الحياه المكاسب الماليه او الماديه او المعرفيه او المهاراتيه كما كان يحكي, يحكي الاستاذ تاتي هكذا او تعطى هكذا هذا غير صحيح لابد ان تتعب لابد ان تنهض باكرا لابد ان تراجع لابد ان تبحث لابد ان تتعب لابد ان تجتهد لابد ان تطيح وتنوض ثم بعد ذلك هذه طيحة ونوضه هذه الشيء الجميل عندنا انها نسميها تراكمات وبالتالي من جاي لما الانسان يريد ان يواصل في اي طريق كان راح عنده ديجا خبرات من قبل او الرصيد من قبل رصيد تاريخي رصيد معرفي رصيد ماهوش رصيد غير المال اللي عندك المال قد يكون عندك رصيد مالي لكن هل يوصلك هذا الرصيد المالي الى بر الامان هذا لا يوصلك لابد لابد ان يكون عندك ايضا رصيد معرفي ولهذا نشوفوا كثير من الشباب يقول لك والله غير راح ندير بالقرايه وينسى انه واحدة من اهم الاسباب اللي تخليك تنجح في حياتك هو الرصيد المعرفي الرصيد المهاراتي لذلك البعض يقول لك والله انا حاولت نقرا وما قدرتش طيب العلم ارزاق العلم ارزاق طيب انت الجانب العلمي والجانب الاكاديمي والتحصيل المعرفي العلمي ربما تقول لي والله غير صعيب وما قدرت وما لحقتش طيب هناك وسائل وطرق اخرى اللي قادر تشغل بها وقتك طبعا وتستفيد منها وأيضا تدخلك إلى عالم الشغل إلى عالم العمل لأن قديما كانت مراكز التكوين المهني تفتح أبوابها مرة أو مرتين في السنة الآن مراكز التكوين المهني مفتوحة على مدار السنة لأكثر من 150 تخصص يعني هناك من التخصصات اللي قادر تلقاها في مراكز التكوين المهني قد لا تجد بعضها في بعض المعاهد وبعض الجامعات وبالتالي انك تبقى مكتوف اليدين وتقول والله غير ما صحتليش وخلاص مانيش قادر هذا هذا واحد امر معيب. الامر الثاني هناك ما يسمى بالتنميه الذاتيه او بالتنميه الشخصيه. قديما كان من الصعب ان تجد من يرافقك، من يرشدك، من يخصص لك وقتا ربما للاستشارات، للتكوين، للتدريب، للتاهيل. الان الكثير من المؤسسات المتخصصه تقدم استشارات حكيمة مجانيه للشاب في انشاء مؤسسات في مواصله مساره التعليمي في مواصله مسار التكوين المهني تاعو في اختيار بعض تخصصات اذا كان في مجال التعليم او مجال التعليم العالي فالمشكله ليست فيما هو موجود الان بل المشكله في بعض النفسيات التي والفت الراحة والفت الدعاء والفت أنها دائما مريحة في, في, في خانة الراحة وفي صندوق الراحة وفي مربع الراحة وبالتالي يقول لك والله أنا يعني لو كان نغامر ونروح نروح إلى فضاء جديد لا أعرفه ولا يعرفني قد أنجح قد لا أنجح ولا يعرف أنه الفشل هو وحده من الخطوات التي ستصل من خلالها الى النجاح, النجاح. هذه روح المقاولاتيه الغائبه طبعا غائبه عندنا او غائبه عند كثير من شبابنا مم. يقول لك والله انا لازم اذا دخلت في حاجه لازم ننجح فيها 100% وهذا طبعا وهذا موش علم دقيق يعني هذا 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 العلم يحتاج الى ممارسه مم. يحتاج الى صح. تجربه يحتاج الى قلت لك تطيح وتنوض وبالتالي لابد لك او او, أو كيف تستفيد من تراكم. تراكميه هذه كيف تاتي؟ تاتي من خلال هذا العام الممارسه تنجح في هذه وتخ... وتفشل في هذه حتى ما نقولش تخسر أه... تصل هنا ولا تصل هنا تتاخر هنا قليلا وبالتالي هذه التراكميه هي تخلي عندك من الرصيد المعرفي ومن الرصيد التاريخي ومن الرصيد المالي ايضا اللي يخليك تواجه عقبات الحياه فيما هو أت الله يبارك فيك حتى على ذكر التراكمية التي تحدثت عنها أستاذ عادل ربما في هذه المرحلة قد تنتهي مرحلة التكوين إن صح التعبير معظم الأشخاص يكون ربما أتم جامعته ربما اكتمل تكوينه ولكن قد تنقصه بعض المهارات حتى ربما من بين الشباب من قد لا يكون قد وفق في الاختيار الاول يعني درس دراسه ثم لا يجد لها مجالا ربما او ميولا فيما بعد كيف له ان ربما يستدرك ذلك من خلال ربما تنميه ذاته والمهارات التي يتطلبها العصر سؤال ممتاز استاذ امين وقد وضعت يدك على الجرح انا في الثانوي و أنا في كثير من الاحيان انا اب روحي و عقلي ان صح التعبير لكثير من الشباب يتواصلون يتواصلون معي حينما يتيهون فاحاول ان اكون لهم مرشد في مرحله الثانوي بعد البكالوريا يذهب الشاب للجامعه مقبل على الجامعه للاسف اليوم الشباب نوعا ما في بعض الاحيان يفكرون بتفكير ابوي الاباء هم الذين يفرضون او يفكرون في كثير من الاحيان تفكير مادي فيريد معدل عالي ليضع تخصص معين يذهب لا يتحصل على ذلك المعدل فيقع في أزمة البعض منه يتوقف على الجامعة ويبقى يعود في الباك يعود مرة مرتين وثلاثة والمشكل في دائرة من الإحباط وضياع الوقت البعض الآخر يصيب بإحباط في الجامعة وهذا إشكال كبير جدا فنحن نقول أولا أنا دائما أدعو للعلم الزمن هو زمن علم زمن معرفة نحن أمة اقرأ تعلموا كما كان يقول عمر بن الخطاب يا معشر الشباب يا معشر الناس تعلموا قبل ان تسودوا العلم العلم مهم جدا والعلم ليس فقط معلومات نجدها في الكتب او بل اليوم المهاره دائما انا اتحدث عن المهاره المهاره اليوم شيء مهم جدا في العالم اليوم الشركات العالميه الدول العالم المتقدم لا ينظرون الى الاوراق بقدر صحيح انه مثلا لديك شروط معينه شات ليسونس ماستر دكتوراه كذا خبرة معينة ولكن في الحقيقة هم يرون ماذا تستطيع أن تقدم ماذا تحمله ما جوانحك وجوارحك وعقلك وما تستطيع أن تقدم في ذلك الميدان فأنا دائما أوصي بجانب المهارات والمهارات اليوم دائما أكرر هذا الكلام هناك مهارات شخصية ومهارات عملية المهارات الشخصية هي المهارات المتعلقة بي أنا كشاب هذا العمل الذي أريده هذا التخصص الذي اخترته ماذا يتطلب تطلبوا مني من مهارات معينة تلك المهارات مثلا من المهارات الشخصية مثل مهارة التواصل مثلا من المهارات الشخصية مهارة إدارة الفريق مثلا من المهارات الشخصية مهارة الإقناع مثلا من المهارات الشخصية مهارة إدارة الوقت من المهارات الشخصية مهارة التخطيط هذه كلها مهارات شخصية يتطلبها ذلك التخصص الذي أدرسه أو العمل الذي أريده فيجب أن أبحث عنها أو أن تكون فيه إما يعني قد لا تقدمها الجامعة ولذلك نحن دائما نحث الآباء نحث المعلمين على على تحضير الشباب الحقيقة فترة الشباب تبدأ من الطفولة علينا أن نحضر أطفالنا لفترة الشباب نعلمهم ما يحتاجون ليس فقط معلومات كتب ايضا مهارات الحياه مهمه جدا فالمهارات الشخصيه يمكن ان الاصل يعني يتعلمها الانسان في المدرسه اذا لم يجدها في المدرسه اليوم زمن العلم النت موجوده موجوده دورات موجوده كم كان يقول استاذنا الاستشارات موجوده يتعلم الانسان موجوده يعني دورات مجانيه على الانترنت انا في أنا فتره واسه. كورونا اعتقد في الاعلام اعتقد درت 15 دبلومات وقيله في الاعلام وحده يعني مجانيه من بينها كان ذاك الوقت مركز الجزيره وكذا في الاعلام يعني اهتمامي بهذا عشر دبلومات كامله موقع ادراك موقع الجزيره التدريب موجود يعني انا اتهم الكثير من المنصات التي إيه اي منصات مدارس مراكز موجود يعني فالانسان يعني يطور نفسه، ثم اذهب للمهارات العمليه، ما التخصص هذا الذي ادرسه؟ العمل الذي اريده هناك مهارات عمليه يجب ان تتوفر فأنا أبحث عن تلك المهارات المحلية. نعم، في تلك المهارات الم أنا كنت في الجامعة كنت نتذكر كل عام ندير دبلوم كل عام. كل عام موازاة مع الدراسة الاساسية مع الدراسة ندير الدبلوم بديت بالاعلام الالي درت آه عون ادراج معلومات ومن بعد درت آه الدبلوم الثاني درته في البرمجه اللغويه العصبيه ومن بعد درت في اللغات درت في اللغه الانجليزيه وهكذا فمهرت حتى يعني ونتذكر اني بمجرد في 2008 انهيت دراستي الجامعيه رحت لتوظيف الشباب تاع التوظيف الشباب دي في ما شاء الله كي المدير مازال دوك الان كي نتلاقاه كذا يسلم عليا شاف الملف هذا قال لي والله وليدي هكذا قال لي قال لي والله اول وظيفه نعيط لك قال لي الله يبارك ما شاء الله قال لي اول وظيفه نعيط لك فمعناه الانسان يحضر نفسه دائما ويستعد بالعلوم بالمهارات ويطور نفسه كما يكون يقول الاستاذ يعني التنميه الذاتيه جد مهمه يعني سواء كما كنت اقول على المهارات الشخصيه او على مستوى المهارات العمليه ولا يحبط الانسان العالم اليوم اي تخصص يمكن ان تدرسه وتتفو اذا تفوقت فيه يعني ستبدع مهما في بعض الاحيان لن يعطيك العالم ما تريد يعني أنت كنت تريد الطب مثلا أو كنت تريد لا أدري التعليم أو كنت تريد الهندسة لم يقدر الله عز وجل حاولت مرة أو مرتين فيمكن يعني يمكن تخصص آخر يكون قريب يمكن كذا في, الم... في دائرة الاهتمام لا. في بعض الأحيان علي أن يعني أتحاور يعني أختار خيار عقلي الذاتية مهمة جدا العاطفة مهمة جدا ولكن بين أن أنكسر أن أتوقف عن الدراسة أن أبقى في البيت أن يعني يصيبني الإحباط ويصيبني الاكتئاب لا فيعني في أختار الأقرب لي والأحسن وأكمل الطريق ولا أتوقف إذا أحسست أني عاجز أستعين أستعين بالله عز وجل أستعين بالله ولا تعجز أولا ثم أستعين بالوالدين بالأصدقاء بالإخوة بالأساتذة بالخبراء بالمتخصصين بعلماء التربية بعلماء نفس المهم أن لا أتوقف أن يستعين بحصة مثل هذه مثل هذه الله يبارك فيك الله, الله وطبعا على ذكر المهارات من الناس من أو من الشباب من يملك مهارة الصوت ومهارة إنشاد قناة القرآن الكريم وعبر برنامجها هذه الأرواح في طبعته الثامنة يفتح الباب لكل شباب الجزائر من يمتلك موهبة الصوت وموهبة الإنشاد أن يكون ضمن هذا البرنامج في هذه الطبعة تفاصيل أكثر في هذا الإعلان هذه الأرواح في طبعته الثامنة عبر قناتكم قناة القرآن الكريم باب التسجيل مفتوح لكل من تراوحت سنه ما بين ثماني عشرة وخمس وثلاثين سنة من فئة الذكور شرط أن لا يكون قد دخل معهد حادي الأرواح في الطبعات السابقة على الراغب في دخول التصفيات الأولية للمسابقة زيارة موقع التلفزيون الجزائري www.tntv.dz من... اطلع على شروط المسابقة قم بتسجيل فيديو مصور لك وأنت تنشد في مقطع لا تتجاوز مدته أربع دقائق كحد أقصى تأكد من جودة الصوت والصورة أرسل مقطع الفيديو عبر الفايبر أو الواتساب على الرقم التالي صفر ستة خمسة سبعة صفر ثلاثة اثنان خمسة أربعة ثلاثة آخر أجل للتسجيل هو الفاتح جمادى الثانية ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون هجري الموافق للخامس والعشرين ديسمبر ألفين واثنين وعشرين للاطلاع أكثر على تفاصيل وشروط المسابقة زوروا موقع التلفزيون الجزائري www.entv.dz حاد الأرواح أنشد طيب لنا يطيب لنا مشاهدينا الفاضلين نلقاكم ثانية في برنامج مفاتيح استئنافا لنقاشنا حول شباب كقوة اجتماعية كيف نغتنمها أستاذ عادل طبعا الحديث عن المهارات التي صارت متاحة أن يتعلمها الشاب في كل المنصات تقريبا بالمقابل ومن غير مقابل لكن ربما ويبدو لي أن الأساس هي مسألة كيف يعرف المهارات التي تنقصه كيف له أن يشخص ذاته إن صح التعبير وينطلق ربما فيما بعد في مسألة المهارات شوف هو الشاب في بدايته صعب جدا أنه يدير تشخيص تلقائي أو ذاتي مه. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا على أهمها أنه هذا الشاب تنقصه الخبرة تنقصه المعرفة تنقصه الدراية وبالتالي يحتاج فيما يحتاج اليه الى مرافقه حتى أو توجيه. اه طبعا توجيه الى مرافقه الى توجيه صح استاذ عادل نزيد لك سؤال على هذاك حتى لا يتحول التوجيه الى وصايه اه هناك فرق شاسع جدا بين ان توجه شخصا او ان تعين شخصا للوصول الى مبتغاه وبين أن تكون وصيا عليه في في حركته في سكنته وقلنا واحدة من أهم الخصائص هذه المرحلة هو الاستقلالية الشاب يحب يكون فيه مستقل مستقل فكريا مستقل عاطفيا مستقل ذاتيا مستقل حتى في الاختيارات في اختيارات وحتى انا قلت لك حتى في في الكوان في البيت يعني الركن اللي موجود عنده في البيت يريد ان يكون ركنا مستقلا عن يعني الآخر. يمارس فيه سلطته داخل هذا الركن داخل غرفته الا إيه ما عنده الشومبرا ماذا به تكون عنده شومبرا وحده وبالتالي يمارس فيها استقلاليته لانه واحدة من من الخصائص اللي اللي في هذه المرحله تحديدا هي الخروج من السلطه الابويه الخروج من سلطه الابوين الخروج من كل سلطه حتى في المدرسه تلقاه مع الاستاذ يحاول يرجع له يقول انت ما كنت من قبل هكذا ما كنتش من قبل هكذا لانه حدث طارئ حدث تغير انتقلت من مرحله الطفوله الى مرحله اخرى لاثبت فيها ذاتي الان حتى اثبت ذاتي احتاج الى من يعينني للوصول الى هذا ولهذا دائما ما اقول انه الشباب تاعنا يحتاجون الى مرافقين قبل حكينا على الفرق بين المرافقه والرقابه يحتاج الى ان يحس انك تريد ان توصله الى بر الامان ماهوش يلتدي الى البر تاعك لذلك تعجبني المقوله التربويه في الحركه الكشفيه يقول لك دور القائد او او المربي او القائد الكشفي هو ان يعلم الفتى كيف يتعلم كل شيء بنفسه ما يعلموش هو كل شيء لا وان كان يعلمه كيف يتعلم يعلمه كيف يتعلم كل شيء بنفسه والاهم من هذا وفق رغبته وفق رغبه الفتاه لانه الميول والرغبات كل واحد واش عنده ميول ورغبات الى امور معينه وبالتالي المرافق او المرشد او الموجه سميه ما شئت لا تسميه المراقب فقط ولا تسميه الوصي انا ما نحبش من يمارس سلطه الوصايه او من يمارس سلطه الرقابه وكانه حكم هذه من حدرتها وهذه مش من حدرتها لا هذا المرافق لابد ان يعين من يرافقه الى ان يصل الى اختيارات وفق رغباته هو واحتياجاته هو احتياجاته العاطفيه احتياجاته النفسيه احتياجاته العقليه وبالتالي لا نريد ان ننشئ شابا اخر اللي هو عادل الحبيب وحده اخر مثلا نسخه اخرى وعادل الحبيب نسخه اثنين او نسخه ثلاثه هذا الاستنساخ الذي لا نريده لذلك حتى في حتى في الاجتهاد حتى في ما عندناش الاجتهاد لم يغلق في في يوم من الايام دائما الشريعه تتحدث طبعا لماذا؟ لانه اذا اغلقنا باب الاجتهاد عندما اغلق في مرحله معينه من مراحل الانحطاط اصبحنا ما كانش مؤلفات الشرح التلقين مم. الشرح على شرح التلقين هامش. الهامش على هامش الهامش ويعني وكانه عقولنا جمدت على ان نبدع في مجالات كثيره في مجال الادب في مجال الثقافه في المجال الفني في المجال الشرعي في المجال المعرفي هذا رقم واحد رقم اثنين بعض المؤسسات مطالبه ان تفتح المجال للشباب الان شوفوا اعلان تحدي الارواح أه الشباب من سن 15 الى 35 سنه من 18 الى 35 سنه مرحب بكم في هذا الفضاء حتى تثبتوا فيه ما تملكون من مهارات ما تملكون من معارف ما تملكون ايضا من سلوكات لانه التقييم تاعنا كنت حاضر السنه الماضيه من خلال بعض الورش اللي قدمتها للمتسابقين حتى السلوكات تاع المتسابقين تؤخذ في عين الاعتبار لانه الهدف تاع الوالدين من خلال العمليه التربويه المباشره وغير المباشره، هدف المشرف التربوي، هدف الاعلامي هو ان يغرس في نفسيه الفتى سلوكات ومهارات معينه. وايضا المعارف، المعارف خلينا المؤسسه التربويه هي اللي راهي تقدم الجانب المعرفي والتكوين المؤسسات اخرى تساهم في صقل الشاب وفي اعطائه ما يحتاجه من مهارات مهارات الحياه تنتشب مقبلة على الحياه كيف يعرف مهارات الحياه اذا اذا لم يخبرها من خلال من سبقه من سبقه بالتجربه الشاب كيف يعرف او كيف يميز الغث من السمين اذا لم ينخرط في بيئه معينه اللي فيها شباب امثاله وأقرانه يغلط ويتعلم ويغلط ويتعلم ويوجه اذا الانخراط في المجتمعات المحليه الصغيره ابتداءً من الرفقه أو الشله إلى دار الشباب، إلى الجمعيه الشبابيه أو الثقافيه أو الرياضيه، إلى المركز الثقافي إلى إلى غيرها من الفضاءات، إلى الجمعيه الرياضيه اللي يمارس فيها هوايته ويمارس فيها ويخرج فيها الطاقه تاعه. هذه الفضاءات المجتمعية الصغيرة اللي هي عبارة عن مجتمع كبير جزأنا وهذا في جانب ثقافي هذا تربوي هذا فني هذا رياضي إذا, إذا لم يعيش في هذه المجتمعات الصغيرة ولم يتعلم منها ولم يقدم لها إذا حبينا نحكي على قيمة العطاء مثلا قيمة العطاء ما قيمة مجردة تدرس فقط في المدرسة قال والله قال الإنسان ماذا به يحب الفقراء ويعاونهم إذا لم يمارسها في أرض الواقع من خلال المساهمة الفعلية الحقيقية في قافلة من قوافل الإغاثة أو الإعانة إذا ما راحش إلى منطقة ضربها زلزال وعاون فيها إلى ما عاونش في فيضانات أو أغاث ناس معينين إذا لم يقدم مساعدة أو مساهمة مادية مالية بدنية كيف راح في قيمة العطاء فإذا هذه القيم الفاضلة يعيشها حتى القيم الأخرى اللي مليحة إذا كيف راح يعرف مليحة إذا لم يعيش القيم الفاضلة مستحيل ان يعرف نقيضها ولذلك انا دائما ما ادعو الشباب الى الانخراط في هذه المؤسسات لانه الا حبيت انت تسقل نفسك وتوجد روحك الى الى الحياه الحقيقيه الفعليه الى مواجهه صعاب الحياه لابد ان تتعلم مهارات كثيره جدا تتعلمها في محاضنها وفي الاماكن اللي اللي تلقى فيها ناس يوجهوك ويرشدوك وتلقى ناس فاتتك على هذا الطريق وتعطيوك نصائح وارشادات ويعطوك زبده ما وجهه في هذه الحياه. طيب بارك فيك استاذ عادل شعيب ربما في مجتمعنا وفي عصرنا ظهرت لغه نبرتها هي نبره تيئيس فالشباب من تكلمه يائس من من المستقبل ويائس من الحياه وبين قوسين التعابير نعرفها التعابير الدارجه على كثير من السنه شبابنا كيف ان لا يقع الشاب كذلك ضحيه هاته النبره وهاته اللغه وكيف ينأو بنفسه او ينأى بنفسه عن هاته الموجه ان صح التعبير. صحيح اولا الايمان المؤمن انسان لا ييأس لانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن وكان يكره التشاؤم وفي اثاره في الاثار تفاءلوا خيرا تجدوه ف فالتفاؤل والامل شيء مهم جدا عكس الياس طبعا ما يواجهه الشاب من اكراهات من مشاكل من ضغوطات من كذا من من موروث في بعض الاحيان في بعض الاحيان موروث يعني ثقافي او كذا فيه بعض المقولات لسان الشباب بينهم يعني خطابهم بينهم يعني كثير من اسباب الياس تجعل الانسان يعني اولا يعني يستمد يستمد التفاؤل من الله عز وجل لانه هو الرزاق هو المعطي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية ينظر للنماذج الناجحة هناك كثير من الشباب بدأوا من تحت الصفر وليس من الصفر وسيجدهم في كل مكان هم في كل مكان في, في قريته في مدينته في كل مجال صح. في كل دولة في الجزائر في خارج الجزائر نماذج يعني غير مسلمة فبدأوا ممكن البعض منهم عندما تراه تقول ان هذا انسان محطم من من الخارج لانه لا يملك يدين ولا قدمين يعني كاين نماذج يعني مشهوره عالميا يعني شيء شيء رهيب جدا كاين واحد يسموه اذا لم تخني الذاكره فبروفيسور في علم النفس لا يملك لا يدين ولا ولا رجلين ولما تراه يقوم بانشطه غريبه يلعب كره القدم يسبح وهو محاضر ملهم عالمي يخاطب الشباب ويحثهم على أمل. ترى تقول هذا الانسان سبحان الله كيف نجح انما اول شيء التفاؤل الامل فينظر فاذا ينظر ويقارن حاله لعله سيجد نفسه افضل بكثير من من هذا الذي نجح يجد عنده كثير من النعم وكثير من الفرص وكثير من, من النقاط الايجابيه النقاط الايجابيه التي اذا لما الانسان يرى المصدر الاول قلنا هو المصدر الايماني المصدر الثاني يعني مصدر الاعتبار انه ينظر في يتامل في الحال يرى له. يعني يرى ما عنده من أين يستطيع أن ينطلق ما هي نقاط القوة التي يملكها. سواء كانت نقاط داخلية أو خارجية. هذا أمر أيضا الصحبة الصحبه لما لما الانسان تكون صحب الواقع المجتمع والدائره اللي راه يعيش فيها اصحابه اللي راه معاهم سلبيين يعني كل حديثهم سلبيات بالمعرفه بالرشوه ما دا طير ولا كذا ماك دور دور تجي كذا يعني ذاك الكلام الموجود السلبي الذي يسبب الياس والقنوط ويجعل الانسان يذهب الى بيته ويغلق ويغلق الباب والنوافذ ولا يخرج فالصحبه مهمه جدا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. الصاحب ساحب لذلك يا احباب الشباب احرصوا على ان تكونوا مع ناس ايجابيين عندهم طاقه ايجابيه الطاقه الايجابيه ايضا معديه مثل الطاقه السلبيه ايضا اضافه الى القدوات يعني هذه النماذج يعني نحن دائما نقول التربيه بالقدوه فيبحث فيبح عن قدوه في مجاله يتمثلها اي يتمثلها سواء كان في اي مجال يختاره من مجالات الحياه المختلفه، سواء كان مجال علمي او عملي او كذا او ترفيهي او كذا، يعني يتمثل تلك القدوه، ايضا الاحتكاك كما كان يقول استاذنا هناك يعني المدرسه هناك المراكز المدارس الكشفيه التي تربي المدارس الرياضية كذا فهذه على يعني الإنسان أن يبحث عن فضاء آخر غير فضاء العلم والتعلم إذا كان شاب في الجامعة فهناك أشياء عنده طاقة يعني يفرغ فيها تلك الطاقة على حساب موهبته سواء كان عنده موهبة ثقافية رياضية علمية فيبحث عن جانب آخر يعني فيه أيضا البعد التربوي مثل ما كنا الآن نرى في حد الأرواح يعني فهمت من أستاذنا وما نشاهده فيه أنه مدرسة لا يبحث فقط عن الصوت إنما يبحث عن صناعة الشاب يعني صناعة الشاب هو يصنع ويسقل موهبته وأيضا يسقل خلقه ويعطيه تجربة تحدث عن الزمالة والصداقة والشلة إلى غير ذلك وأثرها في أخلاق وهمة الآخرين فيه كذلك إقامة بالنسبة للمنتسبين لهذه المسابقه وفي معهد وفي تكوينات الى غير ذلك بالاضافه الى تبادل الخبرات بين الشباب يعني حسنات كذلك البرنامج ايه الاحتكاك يعني مم. الاحتكاك في, في في نفسه تجربه ايضا السفر مهم جدا سافر تجد عوضا عما تفارقه وانصب فان لذيذ العيش في النصب السفر مثلا سياتي من ولايات مختلفه مم. مثل المدرسة السفر تعامل مع عقليات مختلفه مم. مع نماذج مختلفه السفر في حد ذاته يعلم لان السفر يريك فرص اخرى يعرفك باشخاص اخرين يعطيك ثقافه اخرى فايضا يبحث يغير النفسيه يغير م. كذا فالسفر ايضا مهم للشاب اذا كان امنا واذا كان يعني واضحا يعرفه الوالد والولد هنا نقول في بعض الاحيان للاباء يعني من الجميل ان نراقب ابناءنا ولكن لا نمتلكهم نتركهم من اجل ان يصقلوا مواهبهم من اجل ان يطوروا يعني حياتهم فبعض الاباء خوفا على ابنائهم الشباب من يعني يحتضنونهم بشكل رهيب جدا وهذا يقتل, يقتل يقتل فيهم المبادره يقتل ولما سيخرج هو للحياه مم. يعني شيء كان أبيت عم. سيخرج للحياه صح. الافضل ان اتركه يتعلم ولكن وانا اراقبه صح. وانا يعني اتمن عليه من هو مم. معه احسن مما يعني اتركه في البيت امام ناظري وقد يفسده فقط الهاتف يعني انت تقول ان اي أنا, انا ابني عندي في البيت وهو في مع الهاتف لا ادري ماذا يشاهد فضاء مفتوح على إيه. كل احتمالات. يفسده الدلال والكسل صح. والشاب عنده طاقه الشاب عنده طاقه هذه الطاقه يجب ان توجه لما يخدم ذاته يخدم بلده يخدم امته وهذا بان نجد نعطيه رساله الشاب في بعض الاحيان يعني نحاول ان يعني نربيه على الرساله ما هي رسالتك في الحياه ما هي الرساله وايضا الهدف الى ماذا تريد ان 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 تصل يعني في بعض الاحيان نحن نلوم الشباب على بعض التصرفات السلبيه التي يريد الشاب من خلالها ان يقول انا موجود صح يعبر عن نفسه سلبا حتى تراه أستاذ حتى يقول انا هنا أه يعني وقت البرنامج ياتي او يقارب الختام وطبعا استاذ عادل انا اعود الى شيخنا الشيخ البشير الابراهيمي نص يعني ياخذ لباب الرجال كما يقال. يا شباب الجزائر هكذا كونوا او لا تكونوا. بتالي نختم بها ان شاء الله في مساله العنايه بالاخلاق كذلك وهي الركن الركين لقوام اي مسلم ان صح التعبير. طبعا يقول في هذا الشيخ البشير ابراهيمي: حب الفتى ينفي الفواحش سمعه كان به من كل فاحشه وقرا. اعطينا ربما الخاتمه من عندك استاذنا استاذ عادل تحسب ان العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه في الحقيقه مهما بلغ الانسان من المستوى العلمي ومستوى الادراكي ومستوى الفهم اذا تجرد من الاخلاق فقل على الدنيا السلام السلام الله يبارك فيك استاذ عادل الله فيك على ما قدمته استاذ شعيب شكرا ربي يبارك فيك على ما قدمته الشكر لكم وصول المشاهدين الافاضل تحياتي وتحيات فريق العمل الذي خدمكم اطيب الاوقات مع برامج قناه القران الكريم السلام عليكم ورحمه الله